مرحبا بحضراتكم مشاهدي القاهرة الإخبارية من هذه التغطية لاجتماع الفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين الجديدة. وقبيل هذا الاجتماع نعقد هذا اللقاء مع الأستاذ حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس. مرحبا بحضرتك أستاذ حسام. أهلا بك. يعني بداية، ما هي المؤشرات التي تعولون عليها في هذا الاجتماع للفصائل؟ نتحدث عن 13 فصيل تقريبا موجودين، في الوصول إلى رؤية مشتركة فيما يخص مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وعرضها أيضا أمام المجتمع الدولي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا الاجتماع ربما يختلف عن سابقاته بأنه جاء بفترة حساسة جدا للقضية الفلسطينية. أولا، نحن نتحدث عن حكومة صهيونية غاية في التطرف والعنصرية، تحارب كل ما هو فلسطيني ولا تعترف لا بالتاريخ ولا بالهوية الفلسطينية. ثم هناك يعني تطور وتراكم للمقاومة الفلسطينية خاصة في الضفة الغربية، واقتحامات المسجد الأقصى أيضا متتالية، وبالتالي جاءت الدعوة من الأخ أبو مازن أصلا على خلفية الهجوم على مخيم جنين. وبالتالي العنوان الأساسي الذي يعني يجب أن يكون حاضرا، وهذا ناقشناه مع كل الفصائل في جلساتنا ولقاءاتنا، هو كيفية مواجهة هذا الاحتلال وكيفية مواجهة هذه الحكومة الصهيونية المتطرفة التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية. إحنا أمام تحدي حقيقي، نحتاج بلا شك إلى وحدة وطنية تلبي الحد الأدنى اللي يطمح له شعبنا الفلسطيني، وذلك من خلال إيجاد خطة استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة هذا الاحتلال. طيب، هذا فيما يخص الاحتلال الإسرائيلي. فيما يخص القضايا الخلافية، محل النقاش فيما بين الفصائل، يعني ما يخص مثلا شكل المقاومة، المعتقلين السياسيين إلى آخر هذا من ملفات، هل ستكون محل نقاش أيضا؟ وكيف سيكون شكل هذا النقاش؟ لقاءات ثنائية، لقاءات موسعة شاملة، كيف سيكون شكلها؟ يعني أولا، إحنا في حركة حماس بدأنا المشاورات منذ حوالي أسبوعين، وتنقلنا في العديد من الدول، كنا في بيروت، كنا في ايضا في غزه، في كان لقاءات واتصالات يعني عديده. والان احنا خلال هذا اليوم ايضا نجري اتصالات ثنائيه مع مختلف الفصائل للوصول الى توافق حتى في القضايا الخلافيه. طبعا لا شك انه احنا يعني يجب ان نعترف انه في هناك اختلافات في بعض القضايا السياسيه، وهناك طبعا خلاف حقيقي حول موضوع المعتقلين السياسيين لدى أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، وهي قضية لا تخص حماس بالمناسبة. هذه قضية يعني هناك غضب جماهيري عارم في الساحة الفلسطينية تجاه هذه القضية. لكن إحنا كفلسطينيين عندنا القدرة إن شاء الله على إيجاد قواسم مشتركة في القضايا جميعا. وبالمناسبة يعني ليس شرطا أن ننهي في خلال هذا اليوم يعني كل التفاصيل المتعلقة بالخلافات. إحنا نسعى في حركة حماس ومن خلال حديثنا مع يعني عدد كبير من الفصائل لديهم رؤية أيضا قريبة، بأنه ينتج أو ينبثق عن اجتماع الغد لجان فصائلية على مستويات عليا لمتابعة التفاصيل المتعلقة بالانقسام، ولمتابعة أيضا موضوع الحريات، وربما تشكيل لجنة للحريات أو ميثاق شرف لمتابعة هذا الأمر. يعني هناك آليات وإمكانيات لمتابعة الأمر حتى لو لم نتحدث عن التفاصيل كلها اليوم وغدا. ما هي الأرضيات التي تعتمدون عليها في مسألة نجاح هذا اللقاء؟ يعني كان هناك اتفاقات سابقة ولكن لم تطبق بشكل كامل لمدة طويلة. هل تراهنون الآن على ما يحدث في إسرائيل؟ تراهنون على شكل الحكومة وربما رفضها بشكل دولي، كما ذكرت حضرتك حكومة يمينية متطرفة. ما هي الرهانات، الضمانات التي تعتمدون عليها لإنجاح هذا اللقاء؟ هو نحن طبعا لا نستطيع أن نرفع السقف عاليا، لأنه تجارب الحوارات السابقة للأسف لم تكن يعني من حيث التنفيذ شيء حقيقي يرضي شعبنا الفلسطيني. لكن مع ذلك هذا واجبنا، وهذا دورنا إحنا كقيادات سياسية، أن نسعى إلى الحد الأدنى من التوافق. الجديد في هذه المرحلة أنه إحنا بالفعل نتحدث عن حكومة صهيونية غاية في التطرف. هو كل الحكومات الصهيونية متطرفة، لكن هذه الأكثر يمينية والأكثر تطرفا والأكثر عنصرية، ولديها أيضا دوافع دينية. هناك جزء كبير من الوزراء هم أصلا مستوطنون في داخل الأرض المحتلة في الضفة الغربية، وهم بالمناسبة لا يرون الفلسطيني له أي وجود لا في حماس ولا فتح ولا السلطة ولا غيرها. هو يقلق المجتمع الدولي الآن أيضا، ليس فقط. وأمامنا فرصة مع هذه الحكومة المتطرفة، هي تحدي صحيح لكن فرصة من الجانب الآخر، أنه هناك نوع من يعني شبه العزلة لهذه الحكومة
في المجتمعات الغربية وحتى على مستوى الإقليم. هذا يعطينا فرصة أن احنا أمام إمكانية لأن تصبح الرواية الفلسطينية الموحدة رواية قابلة للقبول لدى العالم، وهذا احنا نشتغل عليه بشكل يعني دائم. وحكومة الكل يدرك أنها حكومة متطرفين وأن حكومة لا تؤمن لا بالمجتمع الدولي ولا بالشرعية الدولية، حتى مع مستوى الولايات المتحدة الأمريكية واللي هي الراعي الدائم لهذا الاحتلال. هناك خلافات واضحة في السياسات وفي الرؤى من هذه الحكومة. إذن احنا أمام فرصة تختلف عن السابقات، وهناك حياق على الأرض يومي من قتل، من تدمير، من استيطان بشكل غير مسبوق. هذا يجعل أمامنا يعني لا فرصة لأنه نقلب هذا التحدي إلى فرصة وأن نحقق شيء من التوافق على أرض الواقع. من خلال المباحثات حتى الآن واللقاءات اللي عقدت، هل شعرت أن هناك رغبة وإرادة حقيقية لدى الفصائل الفلسطينية في التوصل إلى هذه الرؤية وفي توحيد الصف بالفعل واستغلال الفرصة اللي حضرتك تحدثت عنها؟ شوفي، في إدراك حقيقي لدى الجميع بأنه إحنا أمام خطر يعني غير مسبوق. هذه الحكومة تريد تصفية القضية الفلسطينية كلها برمتها سياسياً واجتماعياً وجماهيرياً، لدرجة أن نتنياهو قال نحن نريد أن نجتث الحلم من عقول الفلسطينيين بتأسيس دولة فلسطينية. تشخيص الحالة أيضاً في اتفاق عليها. إحنا الآن نسعى لأن يكون هناك توافق على كيفية مواجهة هذا الاحتلال، وذلك نحن نتحدث عن خطة كما قلت استراتيجية شاملة لمواجهة هذا الاحتلال. عنوانها الأساسي هو المقاومة الشاملة. نحن نقول المقاومة الشاملة بمعنى بكل أشكالها وأساليبها، لكن نتفق فلسطينيا كيف ومتى وأين، ونتحدث عن كل أشكال المقاومة. وطبعا لا نقلل لا من العمل الدبلوماسي ولا الإعلامي ولا أيضا القانوني، لكن على الأرض شعبنا يقاوم ويقدم الشهداء يوميا. لا يصح لنا سياسية أن يكون سقفنا أقل من سقف المقاتلين في الميدان، وإلا يعني ينظر إلينا المقاتلون كأننا بعيدين عن الواقع. على ذكر هذا، حقيقة يعني حتى نكون موضوعيين، حركة حماس تختلف في نظرتها حتى للمقاومة ولبعض الملفات عن باقي الحركات وباقي الفصائل. كيف ستقفون على نفس الأرضية فيما يخص هذه الملفات؟ نحن ننظر إلى هل لديكم مرونة في هذا؟ نحن ننظر إلى المقاومة كمشروع متكامل نؤمن بكل أشكالها، من المقاومة المسلحة إلى المقاومة الشعبية إلى المقاومة الإعلامية إلى الدبلوماسية. لسنا وحدنا من يمارس طبعا العمل المسلح، لكن هذا هو مطلب جماهيري عارم. يمكن للناس أن يلاحظوا حجم التجاوب وحجم التفاعل مع جنازات الشهداء، مع الأسرى، مع الجرحى في الضفة الغربية. ندرك أن المزاج العام الشعبي الفلسطيني يؤمن بكل المقاومة، لكن لا شك المقاومة مسلحة. لكن هل شكل المقاومة سيكون محل نقاش بين الفصائل؟ ماهيتها، شكلها، كيف ستتفق مع القوانين الدولية مثلا؟ هل هناك مرونة لمناقشة هذا؟ بلا شك. نحن نتحدث أولا عن يعني بيان ختامي مشترك على أرض جمهورية مصر العربية، وبهذه المناسبة طبعا لابد أن نوجه الشكر الجزير يعني إخواننا وأحبابنا في جمهورية مصر، وعلى رأسهم طبعا الرئيس السيسي وشعب مصر وحكومته كلهم جميعا، اللي هم دوما محتضنين للقضية الفلسطينية رغم أنه احنا أتعبناهم ربما في المصالحة. نحن جئنا يعني مرات طويلة لكن لم نجد من طرفهم في الحقيقة إلا الاستقبال وإلا الترحاب وإلا تقديم كل العونة المساعدة. نحن نعرف أننا نحتاج إلى خطاب يعني يكون مقبول جماهيريا أولا، مقبول فصائليا، وبالتالي لسنا مضطرين للحديث بالتفاصيل في مثل هذا اللقاء. نحن نريد أن نتحدث عن مقاومة شاملة، كيف يتم تنفيذها؟ المرونة فيها حاضر عندنا، لكن هذه تتم في غرف مغلقة ربما بعيد عن اللقاء العام الذي يتم. وأيضا الاجتماع سيتناول أو سيضم لقاءات ثنائية ستنعقد. إحنا بدأنا منذ اليوم الأول بقدومنا من ساعات الصباح، وأنا تركت اجتماع وجئت لهذا اللقاء أيضا. لا، عندنا لقاء ثنائية مستمرة، والفصائل الأخرى ستلتقى أيضا، وسوف تستمر حتى يعني ربما وقت متأخر هذه الليلة كي نصل إلى يوم غد اللي هو اليوم الأمناء العامين، ونحن متوافقون إن شاء الله. هذا ما نسعى إليه، ولا نريد أن نخرج طبعا لا سمح الله بفشل، خاصة على أرض يعني مصر الحبيبة علينا. أشكرك جزيل الشكر السيد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدي القاهرة الإخبارية، شكرا لحضراتكم على متابعة هذا اللقاء الخاص مع السيد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، في إطار تغطية هذا الاجتماع الهام في مدينة العالمين الجديدة للفصائل الفلسطينية. شكرا وإلى اللقاء.